Third of Trek. اسمها الميد راديو. ليلة مؤلفة. اذا مستمعينا ما تخلاش بكم كالعاده بصح مابقاشنا الوقت باش ناخذ المكالمات الهاتفيه، ولكن من خلال فقراتنا وحاولنا على انه 19 يوليوز 2020 عند منتصف الليل عبر نقاط العبور الجوية والبحرية. وذكر بلاغ الوزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي ان الخطوط الجوية الوطنية غادي تبرمج عدد كافي من الرحلات الجوية لانجاح هذه العملية، وانه خاص المسافرين يقدموا قبل ما يطلعوا للطيارة اختبار الكشف بي سي ار ما كيقلش على 48 ساعة واختبار سيريولوجي، وانه تم تبرمجة
قال لهم تعرضت محاولة حرصنة ديال الواتساب ديالي. صح؟ رقم واحد للانترنت النقال. معكم كل Pour plus d'informations, rendez-vous dans notre campus sur Casablanca. Rendez-vous dans notre campus sur Casablanca.